السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. بعد ما قالوا ان خلاص الاوزون اتلحم ومفيش حاجة هتغرق ومفيش قطب ودرجات الحرارة هتظبط، قال لك لا مفيش الكلام ده، درجات الحرارة بتعلى، القطب الجنوبي هيسيح، البشر هيغرقوا او شوية من البشر هيغرقوا، وقال لك البشر هم السبب. فمش ليه حسيت ان هو بيشتمني كده ويقول لي البشر هم السبب؟ يا عم انا مالي، يا عم انا قاعد ام بيتنا، ما عملتش اي حاجه لسه، عايز اتغدى وعايز افطر وعايز مالي يا عم. فالارض هتغرق طبعا، الخبر اللي بعديه، بص الصفحه مكتوبه هتغرق، الخبر اللي بعديه فيروس زيكا. انا هقفل بقى الفيديو ده عشان اروح اتكلم عن فيروس زيكا في الفيديو الجاي، فانت بقى شغل الجرس عشان تشوف الفيديو الجاي وتشترك في القناه، تدينا لايك وتقولوا رايك في الكومنتات. سلام.